اذا الاعلام عايز يساهم في بناء هذه الدوله علينا ان احنا نقارب او نتعاطى او نتعامل مع القضايا الاساسيه التي تهم هذا المجتمع ونتفاعل مع قواه الحيه واللي اساسها هو الشباب. انت بدون هذا القطاع لا يمكن باي حال من الاحوال انك تصل الى الهدف اللي انت بتدور عليه. انا ممكن يعني اظن للمقاطعه لانه اعتقد انه في اطار حديث حضرتك هيبقى في اجابات على اسئله كتير جدا وردت الينا من الطلبه والطالبات، فممكن نبدا الاسئله.